الإدريسي زكي مول إدريس، رئيس فرع الكوكب مراكشي للملاكمة. هنيئا لكم بهذا الإنجازات اللي حققوا الأطفال والشبان الأبطال ديالكم. شنو ممكن تقولوا للمراكش الرياضية بهذه المناسبة؟ بهذه المناسبة أولا كنهني السكان ديال مراكش كلهم بالمناسبة ديال عيد العرش المجيد، وبمناسبة الذكرى 15 للتربع صاحب الجلالة على عرش سلافه الميامين. كذلك كنهني السكان ديال المدينة بمناسبة عيد الفطر، وكنتمنى لهم أنهم إن شاء الله الرحمن الرحيم يقبل منا الله جميعا الصيام والقيام ديال هذا الشهر المبارك. بالنسبة للملاكمة الحمد لله حنا كاين واحد الطاقم تقني وطاقم مسير اللي هو كيعمل جاد باش يرقي هذه اللعبه ديال رياضه الملاكمه وباش يرفع من المستوى ديالها ويجعلها ان شاء الله الرحمن الرحيم يوصل نادي الكوكب الرياضي للطموحات اللي حنا كننطقوا لها ان شاء الله الرحمن الرحيم. رئيس الفرع، واش وصلتوا للهدف اللي كان مسطر عندكم في المشروع ديال السنه؟ بالضبط تحقيق الهدف، لانه كتعرف حنا كعرب وسميتو كنطقوا دائما ما هو اكثر، فاحنا دايرين بحال اللي كيجري وراء سراب. يعني وقت ما وصلنا حققنا نتائج كنتمناو اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم نحققوا نتائج اللي هي اكبر. احنا كنوصلوا دروك الحمد لله وصلنا لتحقيق، يعني سجلنا الاسم ديالنا على مستوى الوطني، ولاو الجميع الانديه الوطنيه كيحسبوا الف حساب لهذا النادي هذا والملاكمين ديالو، اللي نظرا للسلوك ديالهم ونظرا للتقنيه اللي كيطفروا عليها. ولكن الحمد لله حنا كنتوقوا اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الابطال هادو يبرزوا ويحققوا لنا نتائج على مستوى قاري ومستوى دولي ان شاء الله الرحمن الرحيم. كمتابع واش تشوف الامل كاين؟ الحمد لله انا كنشوف انا متفائل وكنعمل من اجل تحقيق الغايه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اتمنى لهاد الاطفال هادو باش نشوفهم ان شاء الله الرحمن الرحيم في البوديوم ديال الالعاب الاولمبيه والبوديوم ديال البطولات العالميه، سواء ما بقاتش الهويه ولكن الاحترافيه، لانه مستقبلا الموسم القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم الجامعه الملكيه المغربيه الملاكمه غادي تنظم واحد الدوري ديال الملاكمه الاحترافيه من خمسه ديال الاشواط، خمسه ديال الجولات اللي كيتسمى لو دبليو في اس بي، الوورلد بوكسين، وورلد اوفر بوكسين، الوورلد سيري بوكسين، دبليو في اس بي، الوورلد سيري بوكسين. ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي يكون التمثيليه ديالنا ديال الكوكب ضمن هذه الفئه الاحترافيه، وان شاء الله الرحمن الرحيم فيما الى تحقق واحد الهدف اخر اللي هو مخطط ديال الجامعه الملكيه اللي هو لا بي بي، هاد لا بي بي ديال المرحله ديال الاحتراف اللي فيها حتى 12 الجوله في المقابله. ولانه ربما في علمكم او ما في علمكمش ان التاهيل دابا المنتديات الدوليه، تاهيل بطولات العالم او تاهيل الاولمبياد اصبح كيمر عبر هاد الاصناف هذه دي، عبر الفئه ديال الدبل في اس بي ولا بي بي، لانه كيكون فيها الملاكم مصنف عالميا وكيتنقط على كل مباراه جراها، وكتعطى هذاك التنقيط، وهذاك التنقيط هو اللي كيخول ليه باش يمكن يشارك في البطوله العالميه او في البطوله القاريه او في الالعاب الاولمبيه. ونتمنى لهاد الوليدات ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي وصلوا واحد السن ديال الكبار انهم ان شاء الله الرحمن الرحيم يدخلوا لهاد المجال هذا ويبدعوا فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وانا متيقن انهم غادي يبدعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين فيهم وليدات اللي يعني كيحملوا الامل والمشعل ديال النادي ديال الكوكب. ان شاء الله التوفيق شيف. الله يبارك فيك.